يا مريم يا نايا ألحان السماء إني بوجهك كل آن محدق ينساب عطرك في حنايا أضلعي وشذا حنانك في الخليقة يورك حبي لك غلفته بتضرع أن يبقى عمري في رضاك يهرق يا قوتي وحديقتي وسعادتي بابي على الإثم بفضلك مغلق قبطان أنت في الخضم الهائج والنجمة والقبلة والزورق إن أثخنت نفسي جراح الحيرة يمناك تمسكني فلست أغرق يا مريم يا نايا ألحان السماء إني بوجهك كل آن محدق ينساب عطرك في حنايا أضلعي وشذا حنانك في الخليقة يورق حبي لك غلفته بتضرع أن يبقى عمري في رضاك يهرق كنت وأنت دائما أنشودتي ولغير لحنها لا يحن مسمعي وإليك صمتي فاقبليه معبرا عما أعي وعما ما قد لا أعي يجتاحني رجوع إلى الطفولة انتهت عنك فاض حوض مدمعي يا مريم يا نايا ألحان السماء إني بوجهك كل آن محدق ينساب عطرك في حنايا أضلعي وشذا حنانك في الخليقة يورق حبي لك غلفته بتضرع أن يبقى عمري في رضاك يهرق أنت السراج السرمدي لهيكلي صار الجمال بوحي حبك مطمعي يا أمي فيك مرتجى ما أبتغي يا مرفئي يا بسمتي يا مرجعي إن غبت غاب الله يا سر الصلاة لا مستحيل عندي ما دمت معي يا مريم يا نايا ألحان السماء إني بوجهك كل آن محدق ينساب عطرك في حنايا أضلعي وشذا حنانك في الخليقة يورق حبي لك غلفته بتضرع أن يبقى عمري في رضاك يهرق هللويا النساء بكرنا سبقنا الفجر والأطياب يحملنا يقصدنا القبر وفينا البول أبصرنا الصخر يعلوه شاب حاملا بشرى قال غنينا تربنا انشرنا السلام
أي هرانا بشرنا المسيح قام. هللويا حقا حقا قام. هللويا قام الحي الجبار رب القوات والنبي المختار ألفاه آت. فناداه يا ابن الرحمن من أدماه ثوبك القاني دست عمق القبور أفدي أحبابي. دم الموت المدحور أدمى أثوابي. هللويا حقا حقا قام. البيت خاله عليت وقدو من دي لخص غديد ملكوش ما يونو حاسو لكل داحتيت لوخ. ملكو شمايونو حاسون الخلدة تينا لو. صلوا عليه بكل مران قالوا هن قبل قرب نخو نترحم علينا بصلوتو. يا أهلا وسهلا فيكم اليوم بهالذبيحة الإلهية. نحن وصلنا للأسبوع الخامس من زمن القيامة. الكل بعده عارف أنه نحن اليوم موجودين بسبب كورونا COVID-19. بعدنا مسكرين الكنيسة، ما بيحقلنا غير بخمسة هن هالأشخاص يلي هلأ عم بيخدموا القداس أو عم بيصوروا. في عنا عدة مناسبات عم بتصير يوم الأحد باثنين أيار. أول شيء نحن مثل ما قلنا بالأسبوع الخامس، مبارح كان أول أيار يلي هو الشهر المخصص لتكريم مريم العذراء. اليوم 2 أيار هو عيد سيدة لبنان، وهذا العيد هو بيكون عيد رعيتنا يلي اسم رعيتنا رعية سيدة لبنان بهاليفاكس. منعية كل أهل رعيتنا وين ما كان، كمان يلي عندهم كنيس لسيدة لبنان منعيدهم، وإن شاء الله ينعاد على الجميع بالخير والبركة مثل ما منعيد كل إنسان حاطط العذراء بقلبه دايما بيطلب شفاعتها. اليوم كمان منعيد الكنيسة الأرثوذكسية بعيد القيامة ومنقول معهم المسيح قام حقا قام. كمان إن شاء الله ينعاد عليهم بالفرح وبالسلام وبالبركة. قداسنا اليوم عم نذكر فيه المرحومين كميل طعمي، مقدم هالقداس من قبل العائلة. الله يرحمه ويرحم جميع الموتى، ورجينا ربنا يعطيه طول العمر طول العمر لعائلته يلي دايما تتذكر موتيها. كمان عم نذكر المرحوم نبيل بخاش لمرور 40 يوم على وفاته. مقدم هالقداس من قبل ابنه توني بخاش والعائلة. كمان خلال هالشهر البابا عم بيخصص كل يوم خلال هالشهر لحتى يذكر كل الشعوب بالعالم، لحتى ربنا بشفاعة أم الدنيا مريم العذراء يخلصنا من وباء كورونا. فكل يوم عم بيكون عم بيصلي من مزار معين موجود وين ما كان بالعالم. واليوم هو عم بيصلي مع مزار Jesus the Savior and Mother Mary بنيجيريا. والنية عم بتكون اليوم على نية كل يلي ما قدروا يودعوا موتيهن أو مش عم يقدروا يودعوا موتيهن بسبب وباء كورونا، حتى الرب بشفاعة العذراء يعطي التعزية والرجاء لكل المحزونين بالعالم. وهلأ رح نبلش قداسنا. على كمان بهالوقت رح نذكر كل النوايا الموجودة بقلوبكن أنتو يلي عم بتتابعونا عبر التواصل الاجتماعي، كمان بشفاعة العذراء ربنا يعطيكم كل يلي عم تطلبوه، خاصة نوايا اللي بتساعدكم على قداستكم. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أهلنا أيها الرب يسوع بنعمتك ومراحمك الغزيرة أن نمجد قيامتك بقلب نقي ونحتفل بانتصارك على وقع نغم مقدس ونحدث عن قدرتك بلسان طاهر،
فنشكر محبتك ونسجد لك هاتفين. المسيح قام حقا قام، لك المجد ولأبيك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. الرجاء والسلام لبني البشر. Let us raise glory, honor and praise to the living and immortal one who gave life to his people by his cross, and salvation to his church, and happiness to his flock by his resurrection. When he appears, he will give joy to his inheritance. To the good one be glory and honor on this feast and all the days of our lives, now and forever. Amen. إياك نعبد وإياك نحمد أيها الإبن الوحيد، يا من نزلت إلى ظلمة القبور فأثبتت في مثوى الأموات عجبا، عتقت الأسرى بقيامتك وأيقظت بصوتك الأبرار والصديقين الراقدين في سبات الموت، وجمعت الشعوب يعبدونك ويكرزون بخلاصك مهللين هاتفين. أمس الأول صلب الملك وعانى الآلام، واليوم تحقق الظفر بقيامته. أمس الأول فتح الرمح جنبه، واليوم فتح العماد بحنانه. أمس الأول كلل بالشوق، واليوم زين بيعته بإكليل البهاء. اليوم يوم البهجة بالقيامة، اليوم يوم الفرحة لجميع الراقدين على رجاء القيامة. اليوم تعيد البيعة ويرتل أبناؤها المجد على عطر البخور قائلين: كما خلصتنا بآلامك يا صانع الحياة، وأحييتنا بقيامتك جدد بنعمتك رسمنا. ألبس أجسادنا قوة الروح فنتلألأ بالحلة المجيدة، ونراك في النور أيها العريس الحق. وبنعمتك أهلنا وجميع الموتى المؤمنين لملكوتك السماوي. برخمور فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. يا سيدة لبنان، يا أم الرجاء، كل شعب لبنان لعندك التجا. لاش الإنسان وخلاص الإنسان، عينك على لبنان يا سيدة لبنان. لاش الإنسان وخلاص الإنسان، عينك على لبنان يا سيدة لبنان. نطلع عليكي فوق التل العالي، تنفتح ايديكي طلتك الغالي، تحرسي لبنان من كل المخاطر، يبقى للزمان على بالك خاطر، وتضلي عنوان الصلاة والغفران يا سيدة لبنان، يا سيدة لبنان. وتضلي عنوان الصلاة والغفران يا سيدة لبنان، يا سيدة لبنان. يا سيدة لبنان، يا أم الرجاء، كل شعب لبنان عندك الرجاء. لاش للإنسان
لبنان يا سيدة لبنان لعشق الإنسان خلاص الإنسان عينك يا لبنان يا سيدة لبنان هالصلاة نرفع لك يا زهرة نوار للعتم نرجع لك تغنينا أنوار لبنان بيندهلك خليكي بقلبه وتحنني دخلك عارضه عشعبه ورديله الأمان يا الكل اكتمال يا سيدة لبنان يا سيدة لبنان رديله الأمان يا الكل اكتمال يا سيدة لبنان يا سيدة لبنان يا سيدة لبنان يا أم الرجاء كل شعب لبنان لعندك اللجاء لعشت الإنسان وخلاص الإنسان عينك يا لبنان يا سيدة لبنان لعشت الإنسان وخلاص الإنسان عينك يا لبنان يا سيدة لبنان O Lamb of God who sacrificed yourself for us, we give you thanks. O incense of forgiveness, we worship you, for you have brought us close to your Father, enriched us by your birth, purified us by your baptism, sanctified us by your crucifixion, reconciled us to the Father by your resurrection, raised us by your ascension, and adorned us with the gift of your Spirit. Now, O Lord, accept our incense and fill us always with your sweet fragrance, so that our tongue may never cease in giving thanks to you, now and forever. Amen. Amen. Immortal Lord, sanctify our minds and purify our consciences, that we may praise you with purity and listen to your holy scriptures. To you be glory now and forever. Amen. Peace and hope have been given to all people far and near. From the tomb Christ has risen, gathering his flock as one. عمت بشرى السلام فلتفرح كل الأقطار بعد هول الآلام قام فادينا الجبار. Lord our God, you accepted what the just had offered you. Now accept in your mercy our pure sacrifice and prayers. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس وبارك يا سيد. المجد لسيد بولس والرسل والتحل مراحم الله على القارئ والسامعين والمشاهدين وعلى هذه الرعية وأبنائها إلى الأبد. يا إخوتي، لقد كنتم أمواتاً بزلاتكم وخطاياكم،
التي سلكتم فيها من قبل بحسب إله هذا العالم، بحسب رئيس سلطان الجو، أي الروح الذي يعمل الآن في أبناء العصيان، ومنهم نحن أيضاً، جميعنا قد سلكنا من قبل في شهوات إنساننا الجسدي، عاملين برغباته وأفكاره، وكنا بالطبيعة أولاد الغضب كالباقين. لكن الله وهو الغني برحمته ولكثرة محبته التي أحبنا بها، وقد كنا نحن أيضاً أمواتاً بزلاتنا، أحيانا مع المسيح، وبالنعمة أنتم مخلصون، ومعه أقامنا وأجلسنا في السماوات في المسيح يسوع، ليظهر في الأجيال الآتية غنى نعمته الفائقة بلطفه لنا في المسيح يسوع. فبالنعمة أنتم مخلصون بواسطة الإيمان، وهذا ليس منكم، إنه عطية الله، ولا هو من الأعمال، لئلا يفتخر أحد، لأننا نحن صنعه. قد خلقنا في المسيح يسوع للأعمال الصالحة التي سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها، والتسبيح لله دائما. صنعه الرب، تعالوا نسر ونفرح به. هللويا. أمام بشارة مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا، يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي. السلام هو لجميعكم. ومع روحك. من إنجيل ربنا يسوع المسيح ذو القديس يوحنا، الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. قال يوحنا الرسول: بعد الغداء قال يسوع لسمعان بطرس: يا سمعان ابن يونا، أتحبني أكثر مما يحبني هؤلاء؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم إني أحبك. قال له يسوع: ارعى حبلاني. قال له مرة ثانية: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم إني أحبك. قال له يسوع: ارعى نعاجي. قال له مرة ثالثة: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ فحزن بطرس لأن يسوع قال له 3 مرات: أتحبني؟ فقال له: يا رب، أنت تعلم كل شيء، وأنت تعرف أني أحبك. قال له يسوع: ارعى خرافي. الحق الحق أقول لك، حين كنت شاباً كنت تشد حزامك بيديك وتسير إلى حيث تريد، ولكن حين تشيخ ستبسط يديك وآخر يشد لك حزامك ويذهب بك إلى حيث لا تريد. قال يسوع ذلك
مشيراً إلى الميتة التي سيمجد بها بطرس الله، ثم قال له: اتبعني. حقاً والأمان لجميعكم. ربنا غلبت الموت بالموت لتكون لنا الحياة، فاجعلنا شهودا 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 قيامتك. مرة تانية بنقول أهلا وسهلا فيكم بالأسبوع الخامس من زمن القيامة وبعيد سيدة لبنان، يلي مثل ما قلنا بالبداية هو عيد رعيتنا وإن شاء الله ينعاد على الجميع. كمان قلنا بالبداية إنه هالقداس عم نشكر فيه المرحومين كميل طعمة، مقدم هالقداس من قبل العائلة. كمان عم نشكر المرحوم نبيل بخاش لمرور 40 يوم على وفاته، مقدم هالقداس من قبل ابنه طوني بخاش والعائلة. كلمة صغيرة عن نبيل اللي توفى بموريال عن عمر 88 سنة. اليوم عائلته عم تذكره بهالقداس. كمان بسبب كورونا مثل ما بتعرفوا، مثل ما قلنا بالبداية، إنه البابا اليوم عم بيصلي على نية كل المحزونين يلي ما قدروا إنه يقدروا يكونوا عم بيقضوا آخر وقت مع مرضاهم يلي انتقلوا من هالحياة وصاروا بعالم ربنا. أكيد البابا مع كل العالم بيصلي حتى ربنا يعطي التعزي والرجاء لكل محزون بهالعالم. منقدم التعازي لعائلة المرحوم نبيل، لزوجة الفقيد أنا ماريا رحيم يلي هي بموريال، من بنته كلوتيلت زوجة كرم وعائلتهم بلبنان، من ابنه طوني وعائلته هون بهاليفاكس، من اخوته لويس وادريان وعائلتهم، واخته ارليت وعائلتها بموريال، ومن كل احبائهم وانسبائهم ان كان بكندا او بلبنان او وين ما كان بهالعالم. صلاتنا ورجينا انه ربنا يعطي التعزيه للعائله ويعطي للمرحوم الراحه الابديه مع ربنا بالفرح السماوي. مثل ما قلنا كمان اليوم عم نعيد الكنيسة الأرثوذكسية بعيد القيامة، ومنقول معهم المسيح قام حقا قام. مثل ما قلت كمان إنه نحن اليوم عم نعيد عيد سيدة لبنان، وكنيستنا هي كنيسة سيدة لبنان. هرعية يلي صار عمرها تقريبا 42 سنة، بلش المشروع لما الفاتيكان طلبت من المونسينيور خير الله عوكر سنة 1979، إنه هو كان قاعد بألمانيا، إنه يجي على كندا، يجي على هاليفاكس حتى يأسس رعية مارونية. وبلشت الرعية تكبر وتكبر، كبرت بشعبها، كبرت بأحبائها، كبرت بكل اللي يلي اشتغلوا تعبوا لتكبر هالرعية. من بعد ما كبرت كنيسة البشر، حبت كمان هالكنيسة تكبر بالحجر. وكمان مع من وقت ما بلش المونسينيور عوكر يعمر الكنيسة القديمة يلي كانت على جوزيف هاو، هلأ صاروا على كليتن بارك بكنيسة أكبر وأكبر يلي هلأ عم نقدس فيها بهمة المونسينيور بيير أزي. والمسيرة بتكمل، الشعب عم بيكبر، إيمان عم بيزيد، والناس عم بتكون ملتزمة أكتر وأكتر بكنيستها. وهلا انا اليوم عم بكمل هالمسيره، مسيره هالكنيسه يلي دائما بنطلب من ربنا يعطيها دائما بركته ونعمته ويزيد الايمان حتى هالكنيسه تكبر بشرا وحجرا، وتكون دائما عم بتشع بالايمان على كل المنطقه يلي نحن متواجدين فيها. فان شاء الله ينعاد على كل ابناء هالرعيه وربنا يعطيهم النعمه والبركه والخير. وان شاء الله تكون سنه الجاي اذا الله راد سنة خلصنا فيها منكون من كورونا ونرجع مثل هالنهار نعمل احتفال كبير لرعيتنا، وهيك شوي وشوي منصير سنة عن سنة نتقدم، لعله إذا الله راد وعطانا طول العمر نوصل للخمسين سنة لحتى نحتفل باحتفال كتير كبير باليوبيل الذهبي لتأسيس هذه الرعية. أما بالنسبة لكلمة اليوم، كلمة بطرس،
بس بحب هيك أحكي شغلي عم نعيشها هلأ كلنا سوا. رحت من كم يوم لأعمل الفحص للبي سي آر يلي وين ما كان بالعالم عم بيعملوا. منلاقي الناس ناطرة بالصف لينا بطويل عريض ناطرين حتى يفحصوا إذا في معهم فيروس ولا لا. كله حاطط ماسك، كله عم بيشوف ليشوف إذا معه فيروس. وفي ناس يمكن ما عندهم السيمتم، يعني لا بيعطس ولا شيء، بس بيروح على صحة السلامات. ما أنا عملت، رحنا فحصنا بي سي آر والحمد لله طلعت النتيجة إنه نيجاتيف ما بدنا شيء. بس لفتني نظري العدد الكبير من الناس يلي عم تروح تفحص حالها لتشوف إذا معها فيروس. بعدين كمان رجعت رحت امبارح عملت الفاكسين. ناطرين برا كل واحد دوره لحتى يفوت لحتى ياخذ الفاكسين. كمان ناس كلها ناطرة بالدور لحتى تحمي حالها من الفيروس. سؤالي اليوم يلي أكيد عرفتوا شو بدي جرب أقول، إذا هالقد عم نشتغل على جسدنا إنه نحنا ما ننوجع، إنه نحنا ما نتألم، إنه هالفيروس ما يجي ويتحكم فينا، منجرب نشوف أول شيء إذا معنا فيروس وتاني شيء نحمي حالنا. شو الأهم بحياتنا؟ هالمية سنة اللي منعيشها ومنجرب قد ما فينا إنه نحنا ما ننوجع فيها، مع هذا وكله لح ننوجع. في حدا منا ما عنده وجع راس، في حدا منه ما عنده أي وجع تاني بحياته، فالوجع موجود قد ما نحمي حالنا. بس قصة هالفيروس إني أنا أحمي حالي منه، أعمل لين أب طويل عريض لحتى نوصل نقدر نشوف إذا معي مرض أو معي فيروس. السؤال قدي عم بيكون في انتظار على كرسة الاعتراف، قدي عم يكون ناطرين تنشوف إذا أنا بحياتي في خطية ولا لا، لحتى أعرف إذا هالخطية شوي وشوي عم تكلني ولا ما عم تكلني. مثل ما الفيروس بفوت ما بحس إنه موجود فيي غير من السيمتوم تبعه، ما كمان الخطية فيني أعرف من أعمالي وتصرفاتي إذا أنا هالخطية مثل الفيروس عم تكلني ولا لا. maybe إذا أخذت الكورونا إني آخر شيء إني موت، بس كمان إذا الخطية عم تكلني من جوا أكيد بدي يكون في موت روحي ورح أكون بعيد عن ربنا. كرمال هيك منروح عم ناخد الفاكسين وناطرين بالصف. كمان نحن اليوم شو الفاكسين تبعنا اليوم؟ صلاتنا، إيماننا، رجعتنا للرب، نرجع نجدد حياتنا وإيماننا ورجائنا إنه نمشي بطريق ربنا. ومثل ما أنا بجرب قد ما فيي أحمي الناس اللي حوالي، إني إذا كان معي فيروس إني أحمل هالماسك داير فيه وين ما كان وحطه على تمي حتى ما أعدي حدا. إلى أي مدى أنا عم بشتغل على ذاتي إني ما أعدي حدا من تعصيبي ومن غضبي ومن أخلاقي الصعبة ومن كل هالإشياء اللي كنا عم عيشها من الشر المعقول فيي وعم بأذي الآخرين؟ إلى أي مدى أنا عم بحط ماسك يمنع الآخرين من الأذى يلي أنا بسببه للآخرين؟ كرمال هيك نحن اليوم بهالزمن، زمن القيامة، بزمن يلي عم نشكر فيه ربنا إنه مات وقام تيخلصنا. إلى أي مدى اليوم أنا بدي له يا رب بشفاعة أم الدنيا مريم العذراء تساعدني لأحمي حالي، تساعدني لأكون دايماً مستعد. ومنوصل على إنجيل اليوم بكلمة صغيرة كمان، قال له يسوع لما كانوا قاعدين، أكيد بعدنا بزمن القيامة ويسوع من بعد الغداء قاعدين. إحنا بعد الغداء يمكن في بعض الناس بحبوا ياخذوا فنجان قهوة، يمكن في ناس بحبوا يحطوا أرجيلة يلي بيدخنوا، إن شاء الله ما حدا بقى يدخن ويحموا حالهم. بس anyway قاعدين وهيك بيجي يسوع بيطلع ببطرس، هيك طلع قال له يا بطرس، مثل ما بيطلع فيه بأي وقت، يا أبونا أنا عم طلع، يا حي الله واحد فيكم، هيك بيسألك بدك تترك كل شيء كرمالي؟ سألوا أتحبني؟ طلع بطرس، فكر بطرس أكيد شو بدي له، أكيد بحبك. بس قبل ما يقول له بحبك فكر بطرس كل هالمسيرة اللي عملها مع الرب، من وقت ما الرب شافه
بالبحر بالبرك على بالبحيرة عم بيتصيد. يا بطرس وين السمكات؟ صيدنا كل الليل وما في سمك. زدت الشبكة تاني يا بطرس. كيف؟ هون بلش بطرس يشوف كيف كان خلقه ضيق عصبي. رديت فعله سريعة. أنا كيف؟ أنا الصياد الماهر، مينك أنت تجي بتقلي زدت الشبكة هونيك؟ قال له حنا زدت يا خي، زدت يا خي، زدت وطلع السمك بلشت تتغير. يا سمعان اسمك صار بطرس، صرت الصخرة بطلت سمعان. يا سمعان صار اسمك بطرس، صار لازم تترك عائلتك لحتبطل بقى تركض ورا عائلتك، صار عندك عائلة أكبر، صرت أنت الصخرة يلي بدي أسس عليها الكنيسة. وعم بفكر بعده بطرس كل مرة يسوع بيقول له يا سمعان أتحبني؟ وبيرجع بطرس وبيتذكر، بيرجع بيتذكر بطرس كيف لما نكروا 3 مرات. أنا بطرس يلي حبيتك، أنا بطرس يا يسوع يلي وثقت فيي وعملتني إني كون الصخرة بتبني عليها الكنيسة، أنا تركتك. سبحان الله كيف أوقات ما يكون نحن ماشيين مع الرب واسئين نحن معه، بلحظة بس نتركه ومننكره، وبيرجع الرب بسمحني، بيرجع الرب بيقول لي أتحبني أتحبني أتحبني. 3 مرات نكرتني، وثلاث مرات بقول لك ارعى نعاجي. من يوم ورايح أنت صياد السمك، راجع تتصيد سمك، راجع ترجع لحياتك القديمة، بطلت. إذا بتحبني ما رح بقى تكون بس صياد البشر، رح تكون راع الخراف، ارعى خرافي. بدك تكون الراعي الواعي، واعي على خرافي حتى ما يجي الذئب، تيجي الذئاب وتكلها. شو الذئاب؟ مليون ذئاب. اليوم بيقول لي يا أبونا نعم طلع ارعى خرافي. انت يلي متجوز، انت يا ام ارعى خرافي. يا بي انتبه على اولادك، يا ام انتبه على اولادك، ارعي خرافي. يا بي ويا ام اعطوني كنيسه مقدسه، اعطوني اولاد. الذئاب جايه، بتيجي من السلولار، بتيجي من التلفزيون، بتيجي من الحكي. ارعى خرافي اذا كنت تحبني. أكيد يا رب بحبك. بتحبني؟ فرجيني، فرجيني إنك بتحبني. ما هيدا ابنك بحياتي ما شفته بالصلاة، شو ربيت؟ هيدا بنتك بحياتي ما شفتها لا حاملة مسبحة ولا بتصلي ولا بترد بطريقة رليقة، ماشي عراسها، شو ربيتي؟ بتحبني؟ ارعى خرافي، ارعى نعاجي، ارعى حملاني، كلهم كبار وصغار. كرمال هيك اليوم ربنا عم بيوجه لكل واحد منا هالسؤال، بتحبني؟ ما تقول ايه دغري، فرجيني شو عم تعمل. بدك تترك كل شيء كان معك بالماضي وتبلش كل يوم صفحة جديدة. اليوم اليوم عم تطلب، الرب عم يطلب منك وعم يسألك بدي الحب تبعك، وين حبك؟ فرجيني اياه، ما تفرجيني اياه بالحكي. كرمال هاي أم الدنيا مريم العذراء حبت يسوع بكل الأيام بكل المراحل، حبته هو طفل، حبته هو عم يكبر بيعمل عجايب، حبته كمان لما بلشوا أهل ضيعته بدهم يزتوه من الجبل لأنه ما كان، ما حبوه كتير، ما حبوا كلماته، ضلت العذراء معه. وآخر شيء العذراء معه على الصليب، حبته بألامه بوجعه. ما فيك تحب على ذوقك، ما فيك تحب الناس بس اللي بيحبوك. بيقول يسوع شو لك فضل الناس تحب يلي بيحبوك؟ العظمة انك تحب يلي نكروك، مثل ما بطرس نكره رجع الرب حبه. قادر تعمل هالشي؟ قادر يوم تحب الناس يلي اذيوك، الناس يلي جرحوك، الناس يلي بعده اليوم عم يحكوا عليك، قادر تحبهم؟ أبونا كيف بدي أحبهم؟ ما عم يأذوني. هون العظمة،
إنك تحبهم تغفر لهم. كيف؟ هون بتجي النعمة، هون بتجي بركة الرب، هون بيجي عمل الروح القدس. فكرمال هيك نحن اليوم إذا بنقول له يا رب بنحبك، وبشهر العذراء خلينا نرجع نصلي، خلينا نرجع نتوب. أهم شيء نتوب، خلي ترجع العائلة تقعد مع بعض البعض. تعرفوا عاداتنا؟ عادات شربي الورفقة والحردين وهديك العيال كانوا بهالشهر. كل عائلة تعمل مزار ببيتها للعذراء، وكل ليلة وكل يوم مثل ما بيجتمعوا بالمطبخ حتى يأكلوا، يجتمعوا كمان قدام العذراء ويطلبوا شفاعتها. العائلة كلها، كل واحد بيقول بيت من المسبحة. قادر اليوم تعمل هالشي بعائلتك؟ قادر يا أم، قادر يا بي ترجع تجمع أولادك؟ يمكن لا تجمعهم عزوم، ما بعرف، صار في مليون وسيلة. قادر تجمعهم تتصلوا بيت من المسبحة مع أم الدنيا مريم العذراء؟ ولا بس بنيجي لعندها يا عذراء دخيلك أنا مريض، دخلك يا عذراء ساعديني بدي أربح اللوتو، دخلك يا عذراء بدي عروس حلو وبتجنن بلكي بتدبري لي عروس، بلكي يا عذراء بتساعديني بدي عريس معه شي مليونين دولار. بس هيك بنيجي عند العذراء؟ ولا بنيجي لعند العذراء بكل حب، بكل إيمان، بكل سلام؟ دخلك يا عذراء مثل ما طلبت من يسوع لما حول المي لخمر، كمان خلي حول حياتي من حياة التعب، من حياة الوجع، من حياة يلي فيها خوف لحياة فرح، لحياة سلام. كرمال هيك نحن هلأ بنشجعكم تعملوا مزارات ببيوتكم وتتجمعوا بالصلاة بأي طريقة تانية. كمان هلأ بآخر قداس لحن نصلي يا أم الله يا حنونة، هي أم الدنيا. وإذا بتشوفوا هالورود الحلوة يلي حاطينها قدام العذراء، كل وردة هي نية يلي أكيد بهالأيام نصلي إليك. الورد يا مريم يهدى من أيادينا ويهدى من قلوبنا. إن شاء الله ينعاد على الجميع، والله يرحم جميع الموتى، ورجينا ربنا يخلصنا من وباء كورونا ودائما يرجع يجمعنا بالفرح. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، ساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بلاط البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموت والحياة دهر الآت في الدهر الآت. آمين. دحتو خمر يودا بارن وبزاتي كوتو خالفين ألوهن طبيع قربون وخونة رحم علي بس لوتو هللويا قال الرب إنني الخبز لروحي آتي من حضن الآب قوتا للعالم قابلاني حضن العذراء الأم الناقي العذراء مريم مثل حبات القمح في الأرض الخاصة
صرت فوق المسبح قوتا للنبي هاليلويا وخبز حياة. Almighty Lord and God, you accepted the offering for our sisters. Now accept this offering that your children have brought to you out of their love for you and for your holy name. Shower your spiritual blessing upon them, and in the place of their earthly gift, grant them life and your kingdom. Amen. Amen. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبير الخلاص من أجلنا نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم ولا سيما الطوباوية والله مريم مار يوسف مار مارون مار شربل وجميع القديسين أذكر لهم آبائنا وإخوتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان آمين. هللويا لوالدة الله الأم العذراء الأنبياء والرسل والشهداء والخدام الكهنة شوق الأبرار كل أولاد الأنبياء روحي الدستار. نفور مار بطرس المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الآب إله السلام والسيد الأمان هب لنا جميعا وأهلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع بقبلة لا غش فيها فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مذبح الله السلام الأسرار المقدسة الموضوعة عليك السلام لكم يا أحباء الله. للإخوة السلام والمحبة والإيمان من الله الآب والرب يسوع المسيح فليكن إله السلام معكم أجمعين. آمين. O Lord, we bow before you to receive your blessing and assistance, for we are weak, and you are the support and refuge of all. We raise the glory to you, your only Son and your Holy Spirit, now and forever. O Lord, may the light of your face shine upon us, deliver us from every evil, and blot out all our transgression, that we may raise glory and thanks to you, to your only Son and your Holy Spirit, now and forever. Amen. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس معكم يا إخوتي إلى الأبد. وما روحك لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا إنها لديك يا الله لنشكر رب متهيبين ونجد له خاشعين إنه لحق وواجب Truly it's right and just to glorify and exalt you O maker of all creation With the angels we glorify you and with voice of praise we cry out and proclaim
إنك القدوس اللهم الآب وكثير المراحم، لأنك بحبك للبشر أرسلت ابنك إلى العالم فتجسد من مريم البتول لخلاصنا. كوريا ليسون بيومو هودك دمحة شو ديلي مع بتحاية نسى باللحم بداو قديشو تو بارخ قديش وقصويا بالتلميدة وكدومار سابقوا المنيه كل خون هونو دينيتاو فغرودي دحلو فيكون وحلو في ساقية متقصي ومتهاب حوصو يتحوبي والحاية دلعو لمعلمين وخانوا عالكوسو دمزغوا من حمرو من مايو بارخوا قادش ويا بالتلميدة وكادومار سابشتاو منيه كل خون هونو دينيتاو دمو ديل دياتي كحداتو دحلو فيكون وحلو في ساقية متشدو متهاب حوصو يتحوبي والحاية دلعو لمعلمين آمين. وبهذا أوصاهم وحدهم قائلا كل مرة تكملون هذه الأسرار تذكرون موتي وقيامتي حتى مجيئي نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاصي ومجيئك الثاني نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطأ ترأف بنا وارحمنا أشح بوجهك عن خطايانا واعضدنا لهذا تدرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الآب التابت الكل ارحمنا نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب فاشفك اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا ما أرهبها ساعة أحبائي ينحرر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا فلنقف مصلين خاشعين ارحمنا اللهم ارحمنا وارسل علينا وعلى هذه القرابين روحك القدوس فيعضدنا ويسامحنا استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب ولياتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. فيجعل بحلول هذا الخبز جسد المسيح إلهنا. آمين. ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا. آمين. فتكون هذه الأسرار لتنقية نفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية آمين اقبل يا رب ابتهالنا وتلبطنا وامنح الأمان لشعبك والسلام لرعيتك واحفظ رعاتنا مار فرانسيس بابا روما مار بشارة بطرس بطريارك الأنطاكي مار بول مروان مطرانينا وعدد الكهنة خاصة الكهنة الذين خدموا هذه الرعية والشمامسة وخدمت بيعتك المقدسة ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا نسألك يا رب يا رب ارحم Remember, O Lord, those who have asked us to pray for them.
those who desired but were unable to make an offering, and those who assist your holy church. Be a shelter and a refuge for them, for you are the Savior of all. We pray to you, O Lord. Lord, have mercy. Remember, O Lord, the civil leaders in our country and throughout the world. Enlighten their consciousness to bring security and peace to your people. We pray to you, O Lord. Lord, have mercy. واذكر يا رب البتولة القديسة والدة الله مريم ومعها جميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين ومار يوسف ومار مارون ومار شربل والقديسين كافة ساعدنا بصلواتهم وأهلنا لحظهم ونصيبهم نسألك يا رب يا رب ارحم اذكر يا رب الأباء الأطهار والملافنة الذين رقدوا واستراحوا بين القديسين واذكر من اجتهدوا فحملوا بشارتك إلى العالم كله وثبتوا بيعتك المقدسة في الإيمان المستقيم أعددنا بصلواتهم وثبتنا في محبتك نسألك يا رب يا رب ارحم كمان يا رب مع كل هالنوايا اللي هلأ رفعناها نذكر بشفاعة سيدة لبنان أم الدنيا مريم العذراء كل إنسان مريض إن كان ببيته إن كان بالمستشفيات كل إنسان مريض ما عنده حدا يهتم فيه ما عنده حدا يطلع فيه كمان يا رب تكون دائما أنت حد نذكر يا رب كل العائلات يلي عم تمرق بظروف صعبة وفيها مشاكل نذكر كمان كل الناس يلي كانوا حابين اليوم يكونوا بالكنيسة عم بيقدسوا ويتناولوا وظروف يلي عم نعيشها ما عم تسمح لهم ومنذكر كمان يا رب كل يلي هلأ عم بيحضرونا عبر التواصل الاجتماعي أنت شايفهم يا رب تعرف كل واحد شو بده بحياته بلكي يا رب تعطيهم بهالوقت الفرح والسلام والرجاء أنه دايما بكل لحظة بحياته يقولوا لك نحن منحبك يا رب وأنت كمان يا رب بترد عليهم أنا بحبكم نسألك يا رب يا رب ارحم Remember, O Lord, our parents, brothers and sisters, teachers, and all the faithful departed here and everywhere who have gone to their rest. Forgive us and forgive them of all sins and offenses. Through our Lord God and Savior Jesus Christ, who is without sin, we hope to find mercy and forgiveness for our sins and for theirs. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة سمحنا اللهم واغفر لنا ولجميع الموتى فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد آمين Jesus, you alone are peace for my soul. Jesus, you alone are my all in all. My heart is all yours, my soul and body. Oh Lord, you're the source of love and beauty. My heart is all yours. My soul and body, oh Lord, you're the source of love and beauty. يا قربانا شهيا قرب عنا يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبي يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا لتكن يا رب تلبطنا بمراحمك بخورا فنقربها بك لأبيك لك المجد إلى الأبد نضرع إليك اللهم الآب معزينا في ضعفنا ومشجعنا نقنا من كل خطيئة أقبل منا هذا القربان فنهتف إليك بنسمة واحدة ونصلي قائلين أبانا الذي في السماوات لتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد
إلى أبد الآبدين. آمين. لا تدخلنا يا رب في امتحان التجارب، لأننا لا قوة لنا عليها، بل نجنا من كل شر، لأن لك الملكوت والقدرة والمجد، ولابنك الوحيد ولروحك القدوس، الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. وما روحك. نور رؤوسكم أمام الله الرؤوف، وأمام مذبحه الغافر، وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله. واقبلوا البركة من الرب. O Lord, bless your worshippers who bow before you and implore you. Make them worthy of your mercy and forgive their sins. For you are almighty and rich in compassion. We raise glory and thanks to you, your only Son and your Holy Spirit, now and forever. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا أخوتي إلى الأبد. وما روحك. لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع، وليسأل الرحمة والحنان. أحلى مشروع لحياتنا أنه نصير قديسين، الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب، لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تلاؤنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. بهالوقت وصلنا للمناولة يلي أنتم عم تحضرونا، هي المناولة الروحية أو مناولة الشوق. مناولة الشوق هي لما أنا بشتاق ليسوع. مناولة الروحية هي أنه يجي ربنا ويعبي لي حياتي الروحية بحضوره. بهالوقت فيكن تغمضوا عيونكن وتشتاقوا للرب، تقولوا يا رب نحن كتير مشتاقين بهاللحظة أنك تكون بحياتنا، أنك يا رب تجي وتشتغل فينا لحتى كل حياتنا الماضية تصير ورانا، وحياتنا اللي جاية تكون أنت معبية. فبعطيكم دقيقة من الوقت أو لحظة من الوقت لحتى تشتاقوا للرب تيكون بقلبكم بهالوقت. أيضاً وأيضاً بك يا رب نعترف والتسبيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا.
يا محب البشر ارحمنا. ارحمنا يا رب يا حنون يا رحوم يا محبا للبشر ارحمنا. Did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will leap, the dumb will speak the praises of the Lamb. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect? The sleeping child you're holding is the great I Am. نشكرك أيها الآب على هذه الموهبة التي منحتنا إياها، ولو كنا غير أهل لها. لا تخجلنا بخطايانا بل اعضدنا وخلصنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. أبسط أيها الرب يسوع يمينك، بارك شعبك، أحفظهم بصليبك، كن لهم ستراً وملجأً، كملهم بفيض بركاتك. فنرفع معهم المجد والشكر إليك وإلى أبيك المبارك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. من بعد البركة رح يكون عنا يا أم الله، كمان منشجعكم إنه مثل ما قلنا بالبداية إنه تكونوا ببيوتكم كمان خلال هالشهر، تكونوا عم بتصلوا المسبحة مع العائلة كلها. أما نشاطاتنا برعية فبتمنى عليكم تتابعونا على الفيسبوك Our Lady of Lebanon Halifax. أي شيء بجد بتكونوا عم بتتابعوه، لأنه ما عنا حسب الأجواء اللي عم نعيشها يكون كل يوم بيومه، بس أكيد رح يكون عنا برنامج لتكريم مريم العذراء خلال هالشهر، نبقى نعطيكم كل هالتفاصيل بوقتها. إذا بسلام يا أخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتسحبكم بركة الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، له المجد يا الأباد. آمين. Thank you.
المعظم.
فخر الأنام آفي 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 مريم آفي 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 مريم طوباكي طوباكي يا أم الحمل لبنان لولاك يقطع الأمل لبنان لبنان